وعدناكم بلقائي في نهاية السنة الماضية، وها نحن من جديد نلتقي لنحتفي بتفوق أبنائنا، وإنها لفرصة للاحتفاء بنتائج الموسم الدراسي الزاخر بالعمل والمثابرة. أن هذه السنة تختلف على السنوات الماضية، لأن المحتفى بهم سوف يكون أول فوج للتلاميذ حاصلين على شهادات الباكالوريا. فهنيئا لتلامذنا في جميع المستويات على ما حققوه خلال هذه السنة. Très grand plaisir de vous présenter la première promotion des bacheliers de notre institut. Veuillez les applaudir très fort s'il vous plaît. أشكر جميع المكونات المعهد من أساتذة وإداريين وهيئة الخدمة، وكذلك للآباء الذين يراقبون أبنائهم من أجل إنجاز واجباتهم المطالبين بها، لأن التنمية الاجتماعية كما تعلمون تبتدئ من البيت الشارع ثم المدرسة. كانوا جوج أولاد الأخ للآن في مدارس كبرى ديال المهندسين فرنسا اللي هما السماع بدر والسماع أمين، كنضرب أنه هادو هما اللي خصنا نحتفلوا بهم اليوم لأنهم خريجين ديال هاد المدرسة. حنا خريجين ديال المدرسة قديمة، ولكن هادو خرجوا من هاد المدرسة ديال المصباح. كنبغي نشكر السيد مدير المؤسسة لأنه فتح لنا الباب باش يمكننا نتعاونوا مع المؤسسة في التأطير. فهذه غتكون مناسبة ديال أننا نزيدوا نرفعوا من المستوى ديال المدرسة، خاصة على المستوى السلك الثانوي، وباش يمكن حتى على مستوى السلك الابتدائي والسلك الاعدادي يكون نوع من التطور ونوع من التقدم على مستوى المناهج التربويه الى غير ذلك. فشكرا لكم جميع والى اللقاء.